وظيفة وأنت تريد أن تؤسس لمؤسسة تدعم مفهوم الديمقراطية في العالم، جئت في دولة نظام الحكم ليس بالضرورة يوفر نظام ديمقراطي، يعني يبدو لا لا كثيرا لا بالضرورة التناقض. ولا بغيرها. نظام الحكم في قطر ليس ديمقراطيا، يعني اي بي سي هاي يعني ما بدها نقاش. نظام الحكم في قطر نظام إمارة تقليدية مبني على مجتمع أهلي تقليدي، وعدد السكان قليل، ناس يعرفون بعض مباشرة، ولديهم نظام حكم هم راضون به. يعني هو ليس نظام ديكتاتوري قمعي أو طغمة أو كذا. في بعض الحالات في أشياء مضحكة تتحدث عن الطغيان في سوريا، لماذا لا تتحدث عن الطغيان في قطر؟ لأنه ما في طغيان في قطر، في نظام غير ديمقراطي بقطر صحيح، ولكنه نظام تقليدي أهلي يعيش على شرعية العائلة الحاكمة وعلاقتها بالأسر الأخرى. طبعا هذا ما يردونه في بلد المواطنون يشكلون أقلية أصلا بين السكان، ولا يتحدثون عن ديمقراطية على الإطلاق. يوجد توزيع معين للثروة، لا يوجد دفع ضرائب، وعلى هذا يقوم النظام. هذه دولة ريعية تعيش على أنها هي توزع الدخل على الناس، وليس الناس بيدفعوا ضرائب للدولة، ولذلك تقوم الدولة بهذا الشكل. هذا ليست دولة ديمقراطية، لكن هي لا تخشى الديمقراطية، بمعنى هي دولة مثل قطر، وأعتقد الإمارات شبيهة لكن تتخذ خط معاكس لا أدري لماذا. قطر لديها ثقة أنه لا تخشى من فكرة الديمقراطية لأنه ليست مطروحة عندها، لأنه هي كنظام حكم أهلي تقليدي متوازن، والناس تعيش مستوى معيشي مرتفع، وليس هذه هي الأمور المطروحة. طبعا لديهم مطالب، الناس عندها مطالب في قطر أيضا، وممكن هذا، وفي قضايا متعلقة بحقوق العمال مطروحة ويجب تحسين الأوضاع، لكن ما في طرح لبرنامج ديمقراطي. اسأل الناس برا بدهم انتخابات ولا ما بدهم، بجاوبوك يعني. لكن المهم بهم بالنسبة لنا، هذه بلد مضيف، لا نتدخل في شؤونها الداخلية. أي بلد يضيفك أنت لا تتدخل كثيرا، كمان بدك تحترم، لا تتدخل في شؤونك الداخلية، وهي تدعمك ولا تتدخل في شؤونك. هذه المعادلة انتهى خلاص، هذه المعادلة ممتازة ومقبولة 100%. لو بتصح لك في دولة غربية بتعملها. حرية الفكر، حرية التعبير مضمونة ليك تماما بدون أي قيود. طبعا طبعا، نحن شوف، حرية الفكر وحرية التعبير وحرية البحث العلمي هذه مطلوبة، لكن أنت يعني لا تقوم بعمل استفزازي يعني هيك، لأنه منشان تعجب واحد عايش في نظام ديكتاتوري ومبسوط عليه أنت بتروح بتعمل عمل منشان تبسطه حضرته يعني. لا، ما إحنا بنشتغل شو الصح. ما هو صحيح هو أنه هذا مركز للبحث، هذا إحنا لم نقم هنا حزب سياسي، يعني هو مركز أبحاث عمله في قضايا اجتماعية والعلوم الإنسانية والتاريخ وغيره والفلسفي، وأقمنا الآن معهد للدراسات العليا لدراسات الماجستير. إحنا مش مقيمين حزب سياسي ولا يعني هذا، وفي بلد مضيف بسخاء ويعطيك الحرية الكاملة. الأفكار تخيف كثيرين أكثر من الأحزاب السياسية، ما هو مشكلة العالم العربي. نعم طبعا، العودة إلى العلم والأفكار.